تم إعادة انتخابكم اليوم رئيسا لغرفة الصيد البحري. باش غنقولنا على اولا على الانتخاب وعلى الافاق ديال العمل ديال الغرفة. اولا اتقدم بالشكر للجميع وخاصه الاعضاء ديال الغرفه والمهنيين بصفه عامه العاملين بقطاع الغرفه الاطلسيه الشماليه. فجديد الثقه كان هذا بصراحه غنقول مرتقب، لانه بحيث انه في هذه السنوات الاخيره كان واحد العمل ميداني، كان تنزيل واحد المخطط اللي شرف عليه صاحب الجلاله نصره الله في 2010 واللي امتد لمده 10 سنوات واللي كانت كتمشى مع الولايات ديالنا في جوج الولايات. فالحمد لله المهنيين اليوم هذا الاجماع جاو كيعبروا على النجاح ديال هذا المخطط، على الاستفاده ديال المهنه من الاستثمارات، على كذلك على استرجاع الثروه السمكيه، وهذا شيء اللي هو ملموس اللي ولاو كيعيشوه المجهزين ديال القطاع ديال الصيد البحري والبحاره. كذلك هذه 10 سنوات عرفت خلق واحد المجموعه ديال الاسواق ديال سوق الجمله، اسواق الجمله عبر تراب المملكه. فالاطلسيه المنطقه الاطلسيه الشماليه كتعرف اليوم جوج ديال ثلاث اسواق كبيره، بحيث هي استثمارات اللي كتفوت 200 مليون ديال الدرهم. هناك سوق السمك في مدينه الدار البيضاء رغم المشاكل اللي فيه اليوم، ولكن على الاقل هناك واحد المنشاه، هناك واحد البنيه التحتيه اللي غادي يكون عندنا واحد التصور فيها باش نعطيو باش نوجدوا لها الامكانيات باش يليق هذا السوق بالناس ديال مدينه الدار البيضاء اللي كتعتبروا اكبر زبون في المغرب بالنسبه للقطاع ديال الصيد البحري. كاين كذلك سوق السمك بمدينه مراكش، بمدينه بني ملال، كاين كذلك تجهيز الموانئ. فكنقول في هذه 10 سنوات وهذا الشيء ما كيلمسوه الا المهنيين اللي كيشتغلوا بطريقه مباشره في القطاع. اليوم ان شاء الله هاد الماندا الجديده او هاد الانتداب الجديد، فبغينا نقربوا هاد النتائج هذه من المواطن. المواطن اللي كنعتبروه المستهلك، اللي كنعتبروه الزبون الاول ديالنا، كنعرفوا المشاكل اللي كتوقع في شهر رمضان، كنعرفوا واحد المجموعه ديال الامور. حنا نتقبل الملاحظات والكريتيك اللي قاموا بهم المواطنين في هذه السنوات الاخيره من خلال الوصول الى منتوج سمكي باثمنه مناسبه وفي طراوه وفي جو ديال التسويق اللي هو مهم. هذا واحد الورش اللي هو اليوم كبير للاعضاء المنتجين ديال الاسماك بالمغرب غادي يدخلوا فيه باش ينظموا هذه العمليه ديال التسويق، باش يمكن المواطن ما يبقاش يكون احتكار ديال واحد المجموعه ديال المتدخلين في هذا التسويق هذا ديال الاسماك. وهادشي كله غادي نخدموا ان شاء الله مع الوزاره ديال الصيد البحري، مع المصالح المختصه بما فيها الونصا وكذلك بما فيها السلطات المحليه. شكرا. اهم ملف اللي غتدرسوا في هذه الماندا الجديده؟ كما قلت، اول احسن ملف واول ملف واخر ملف هو التسويق وكيف